إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم رسالة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 25. إعداد سيد عبد العزيز. تقديم داليا ماهر. مستمعي إذاعة الأغاني بمصر الحبيبة، بوجه لكم تحية حب وأشواق وحنين من المطرب المغربي عبدو الشريف، اللي عاش في مصر فترة كانت من أحلى فترات عمره، ويعتبر أنه تولد فنيا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية سنة 1999، وعشت في مصر 11 سنة. خلالها ما حصلش لي الشرف ان انا اشارك في مهرجان الموسيقى العربية، ودي اول مشاركة لي بدعوة من دكتورة إناس عبد الدايم رئيسة دار الأوبرا ومديرة المهرجان الدكتورة جيهان مرسي. وطبعا ده شرف كبير، لأن تشكل عودة لمصر بالنسبة لي، خصوصا أن أنا بقالي أكتر من 7 سنين ما جيتش مصر، ووحشاني قوي قوي قوي، بس الحمد لله أنه جات الفرصة دي أن أنا أشارك في هذا المهرجان العريق اللي له تاريخ واللي استقبل كل الفنانين العرب، وده شرف عظيم ليا ان انا هشارك في دورة اليوبيل الفضي اللي هي الدورة 25. زي ما قلت في الاول، تعتبر اول مشاركة ليا، وطبعا انا متوتر من الفرح، ومتوتر كمان من الخوف، لان انا ما غنيتش قبل كده في المهرجان ده زي ما قلت، فخايف لما بقاش عند حسن الظن، وبطلب من ربنا توفيق، وبطلب من ربنا ان الجمهور المصري يبقى لسه فاكرني، ولسه فاكر ايامنا الحلوة اللي قضيناها مع بعض من 1999 لغاية 2009، اللي هي تاريخ اخر حفلة قدمتها في عيد الحب. وجاي اقدم رسالة حب ووفاء لارض الكنانة وارض الفن، والبلد اللي فتحت لي قلبها وخلتني احب الفن. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أنا أكون خفيف على قلب الجمهور، وأتمنى أن أنا ما أكونش تغيرت كتير عليهم. احنا دلوقتي عجزنا شوية، فدي حاجة جميلة أن أنا أقابل الجمهور المصري بعد الغياب ده كله. وهقدم باقة من أغاني العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، مش هقول لهم هي إيه عشان أحتفظ لهم بالمفاجأة. بقول لشعب مصر كل سنة وانتوا طيبين، واحنا كمغاربة بنحبكوا قوي قوي قوي، ومعاكم في السراء والضراء، وكلنا بقلب واحد بنتمنى لكم السعادة والسلام والأمن والأمان، وتفضل دايما الريادة الفنية والذوق الرفيع المصري اللي احنا تربينا عليه الى ابد الابدين ان شاء الله. ابن مصر الفنان المغربي عبدو الشريف. يناديني نحو الأعماق.
انا عندي تجربة تكون في الحب ولا عندي زور بلاقي دوب الازرق في عيني. قدمنا لكم على موجات إذاعة الأغاني رسالة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 25. إعداد سيد عبد العزيز. تقديم داليا ماهر.